الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم ذكرًا جميلًا ومكانًا عاليًا في جنان الخلد، وأسأله سبحانه أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا جميعًا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ونيةً خالصة. وبعد، نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أواخر سورة الحجر، ونذكر ما فيها من المعاني والأحكام بإذن الله عز وجل. فليتفضل القارئ مشكوراً، بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر الله جل وعلا ما كان من شأن قوم لوط حينما كذبوا لوطا واستمروا على الشرك
وفعل الفواحش فنزلت بهم العاقبة السيئة فأخذتهم صيحة صوت أهلكهم جميعا، ثم رفعت ديارهم فقلبت عليهم، ثم كانت ديارهم لا زالت موجودة يشاهدها الناس كلما مروا على مواطنهم يشاهدون موطن الأقوام السابقين. هكذا ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الأيكة وقصة أصحاب ثمود أصحاب الحجر، وكلاهما لا زالت دياره موجودة يشاهدها الناس آثار واضحة تدل على ما قصه الله جل وعلا علينا من أحوالهم ومن وقوع العقوبة بهم، وفي ذلك أعظم عبرة. ومن ذلك قصة أصحاب الأيكة، والأيكة الشجرة العظيمة أو الأشجار الملتفة، وذلك أن أصحاب الأيكة ظلموا أنفسهم بابتعادهم عن التوحيد وسلوكهم طريق الشرك، ولم يستجيبوا لنبي الله شعيب عليه السلام. وكان شعيب قد بعث إلى قبيلتين من قبائل هذه الجزيرة، إحداهما أصحاب الأيكة أي أصحاب هذه الأشجار التي أنعم الله بهم عليها، ولكنهم كذبوا شعيبا ولم يستجيبوا له، فكانوا قد ظلموا أنفسهم بذلك. فقال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. وصفة الانتقام عجيبة، وذلك أنهم جاءهم حر شديد كاد أن تنسلخ منه جلودهم، ثم أرسل الله جل وعلا لهم غيمة فاجتمعوا تحتها يطلبون برادها وما فيها من برودة ليزول عنهم الحر الذي هم فيه، فأرسل الله جل وعلا عليهم صيحة أهلكتهم. قال: وإنهما لبإمام مبين، أي إن أصحاب الأيكة وقوم لوط كانوا في طريق واضح يشاهده الناس ويطلعون على مساكنهم ويرون آثار العقوبة الشديدة التي نزلت بهم. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الحجر، حجر ثمود الذين أرسل إليهم نبي الله صالح عليه السلام، فقال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هم كذبوا صالحا، ومن كذب صالحا فكأنه كذب جميع المرسلين، ولأنهم كذبوا بالتوحيد الذي جاءت به جميع أنبياء الله. قال تعالى: وآتيناهم آياتنا، أي أرسل الله لهم العلامات الواضحة الدالة على الصدق صالح والدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة ووجوب التوحيد. ومن تلك الآيات الناقة العظيمة، حيث حول الله جل وعلا صخرة من صخورهم الكبيرة لأن تكون ناقة عظيمة، ولأن يكون منها ولد وهم يشاهدون، ولأن يشاهدوا من حليبها ما كان يغنيهم في يوم كامل عن شرب غير حليبها. فكانت آيات عظيمة أرسلها الله جل وعلا، إلا أنهم لم ينقادوا لدعوة الحق بل أعرضوا عنها ولم يستجيبوا لها مع كثرة الآيات والعلامات والدلائل الدالة عليها، وكانوا ينحتون أي يستمرون في نحت الجبال ليجعلوها بيوتا يسكنونها أحياء
ويقبرون فيها موتاهم. فقال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي لا يخافون من شيء من الأمور التي تزعجهم، سواء من السراق أو من الأقدار الكونية، فكانوا آمنين. ومع ذلك لما كذبوا نبي الله صالحا عليه السلام أخذتهم الصيحة، اجتمعوا فجاءهم صوت عظيم أماتهم في لحظات يسيرة، وكان ذلك في صباح أحد الأيام. فمع أنهم كان عندهم أموال عظيمة وبيوت فاخرة، وقد مكنوا من نحت الجبال بيوتا، إلا أن تلك العطايا من رب العالمين لم تغن عنهم شيئا، ولم تدفع عنهم عذاب الله لما كانوا مكذبين لنبي الله صالح عليه السلام. ولا زالت منازل أصحاب الحجر بين أيدينا نشاهدها ونعتبر بحالها، كأن هذه المساكن تقول لنا: يا بني آدم اتعظوا، وفإن السعيد من وعظ بغيره، فقبلكم من أوتي من الدنيا الشيء الكثير. ومع ذلك لما أعرضوا عن داعي الحق لم يغن عنهم ما كسبوا شيئا. ثم ذكر الله جل وعلا آيات كونية تدلك على قدرة الله، فكما أنه استدل بآثار الأقوام المهلكين على قدرة الله جل وعلا وعلى وجوب توحيده، نبهنا إلى الآيات الكونية من السماوات العظيمة والأرض التي نعيش فوقها، فإن الله عز وجل هو خالقها، وهو الذي أوجدها بعد أن لم تكن، وما خلقت إلا لأمر حق، ألا وهو أن يوحد الخلق ربهم جل وعلا ويستمروا في طاعته. فالله لم يخلق السماوات ولا الأراضين ولا ما بينهما من الجبال العظيمة والمخلوقات والكائنات الحية إلا بالحق. وحينئذ استشعر أيها الناس أنكم ستجازون على أعمالكم، فإن الساعة وهي يوم قيام الناس للبعث والحساب لآتية، أي كائنة لا محالة، لا شك فيها ولا تردد. ثم جاء الأمر الكريم لنبي الهدى أصالة ولأمته من بعده، فقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل، أي تجاوز واعفو عن ما يكون من إساءة تقع من الآخرين. فالصفح يعني العفو، والجميل بمعنى عدم متابعة ذلك العفو بشيء من اللوم، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان. ثم قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، فالله الذي خلق هذه الكائنات من السماوات والأراضين، وخلق أولئك الأقوام الذين لازلتم تمرون على مساكنهم وتعرفون ما مر بهم من العقوبات الشديدة، هو الخلاق، أي الذي أبدع ما في هذا الكون وأوجده من عدم. ومن ثم عليك أن تستشعر أن الله متى كان معك كانت العواقب الحميدة لك، مهما كادك الكائدون. ومن هنا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعظيم ما آتاه
فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المثاني السبع عند جماهير أهل العلم السبع الطوال، بدءا من سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ومعها التوبة. قالوا: سميت بالمثاني لتكرر ما فيها من المواعظ والأحكام والدلائل والبراهين على توحيد الله جل وعلا. وهناك من قال: وعلى ذلك يكون قوله والقرآن العظيم بقية آيات كتاب الله عز وجل. وهناك من قال بأن السبع المثاني هي سبع الآيات في سورة الفاتحة، وسميت مثاني لأنها تكرر في الصلوات فيقرأها المسلم في كل ركعة من ركعاته. قال: والقرآن العظيم بقية آيات كتاب الله عز وجل. ثم نهاه الله جل وعلا أن يعجب بما لدى هؤلاء المكذبين من إمكانات دنيوية، فإنه كما قال عن أصحاب الحجر: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فهؤلاء المكذبون إذا جاءهم أمر الله لم يغني ما عندهم من نعم الله شيئا. ولذا قال: لا تمدن عينيك، أي لا تعجب ولا يكن من شأنك أن تظن أن حال هؤلاء المكذبين حال جميلة حسنة بسبب ما متعوا به، فإنهم وإن كان ظاهرهم التنعم بما في الدنيا، إلا أنهم بضد ذلك في حقيقة أمرهم. ولذا تجدهم يبحثون عما يمتع أنفسهم وما يجعلهم يغيبون عن واقعهم، مرة بشرب المسكرات والمخدرات، ومرة بالذهاب للهو بأنواعه المختلفة. ولذا قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي ما أعطيناهم من النعم والخيرات، ولا تحزن عليهم، أي لا يكن من شأنك أن تتأسف على ما وقع منهم من إعراض وتكذيب، فإن الله جل وعلا له حكم يجعلها في العباد ليكون هناك مدافعة بين الحق والباطل، فيكون هذا من أسباب ظهور الحق. فالساعة آتية لا محالة، فسيجازى كل واحد من العباد بحسب عمله، فأهل الإكرام فأهل الإحسان يجازون بالإكرام أبد الآبدين بلا انقطاع، وأما من عارض الحق فإنه سيعامل بالعقاب الشديد فينتقم الله منه. لكن في الدنيا ليكن من شأنك أن تصفح عن عباد الله وأن تجازيهم بأحسن ما يجازى به الخلق إحسانا إلى عباد الله. وبالتالي عليك أن تتمسك بهذا القرآن العظيم وأن تسير على مقتضاه لتكون لك العاقبة الحميدة في دنياك، فإن من تمسك بهذا الكتاب أغناه عن متع الدنيا كلها، فإنه يدخل في القلب من السرور ومن الغبطة والرضا عن الله ما يجعل العبد هنيئا في حياته، مسرورا بها، غير مغتر ب
زينتها. ثم قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي هؤلاء الذين اتبعوك وآمنوا برسالتك ووحدوا الله جل وعلا، فعليك أن تعاملهم بأحسن معاملة، وأن تخضع وتخفض لهم الجناح تواضعا معهم وحسن تعامل، لتكون بذلك ممن جوزي بمثل عمله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تأتيه الجارية فتمسك بيده وهي صغيرة السن، وتذهب به في سكك المدينة لحاجة من حاجاتها، وكان صلى الله عليه وسلم يصفح عن عباد الله. ألم يقل لأهل مكة يوم فتحها: من دخل داره كان آمنا، مع أنهم قد آذوه وقد قاتلوه وقد قتلوا عددا من أصحابه وقد أخذوا أموال النبي صلى الله عليه وسلم وأموال أصحابه. وانظر لتلك القصص الكثيرة المتتابعة في ذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العفو والتجاوز، وسأريد لكم نماذج من ذلك. كان من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أهل نفاق، يكيدون المكائد ويدبرون أنواع المكر من أجل صد الناس عن دين الله والتشكيك في رسالة الحق، حتى أنهم بلغ أذاهم في بيت النبوة، فاتهموا أهل بيته بما هم براء منه. ومع ذلك لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا العفو والتجاوز، حتى لما جاءه من جاءه فقال: إن فلانا منافق، أفلا أقتله يا رسول الله؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وانظر لقصة سيد اليمامة ثمامة بن أثال، أمسك عددًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم، فما هي إلا دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد مدة يسيرة فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسكونه ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيربط في سارية المسجد، يرى ما عليه حال المسلمين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظن أني فاعل بك؟ فيقول ثمامة: إن تعفو عن شاكر، وإن تقتل ذا دم، أي إذا قتلتني فإنك تقابلني بالجزاء العادل، كما قتلت بعض أصحابك تقتلني. فبعد 3 أيام يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه، فكان ذلك من أسباب إسلامه. وانظر إلى ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة من الغزوات يدخل في واد من الأودية كثير الشجر، فيتفرق أصحابه في شجر ذلك الوادي، فيقيل تحت الشجرة أن ينام فيها نوم الظهيرة، ويعلق سيفه على الشجرة، فيأتي رجل من الأعراب فيأخذ سيفه ويقف على رأسه ويوقظه، فيقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ يا محمد، من يمنعك مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فيسقط السيف من يده، شام السيف من يده، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له:
من الذي يمنعك مني؟ فيقول الرجل: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك مع أحد من الناس. فيكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن فعلته ويستدعي أصحابه فيخبرهم بقصة ذلك الرجل ليتأسوا به صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح. وانظر لقصة عمير بن وهب، وهي قصة عجيبة، وذلك أنه بعد غزوة بدر وقتل صناديد قريش فيها، حيث قتل 70 رجلاً من كبار هذه القبيلة وأسر 70، كان منهم وهب بن عمير بن وهب ابن هذا الرجل الذي نتحدث عنه، عمير بن وهب جاء، كان ابنه وهب يكتسب ويرتزق له فيخدمه ويقوم مع والده. فلما أسر كان هذا من أسباب فوت شيء من المكاسب عليه، فكان من شأنه أن يحزن الحزن الشديد على أسر ابنه، خصوصا أنه طلب عليهم الفدية وهو لا يملك هذه الفدية. فجاء تحت ظل الكعبة وبدأ يفكر في حاله مهموما، فجاءه صفوان بن أمية بن خلف فقال: ما لديك يا عمير بن وهب؟ فقال: ماذا يراد بالحياة بعد موت ثلة قريش؟ فوالله لولا دين في رقبتي وصبية يتضاغون تحت قدمي لذهبت إلى محمد فقتلته، فإن لي عنده سببا، أي سآتي إليه بدعوى أنني سأحرر ابني وأدفع فدية له فأغتنم الفرصة فأقتله. فقال له صفوان بن عمية دينك علي وعيالك مع عيالي. قال: إذن أكتم علي. فأخذ صفوان بن أمية أبناء عمير بن وهب وسدد دينه، فذهب عمير بن وهب إلى المدينة معه سيف مسموم يريد به قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المسجد فإذا عمر عنده طائفة من الصحابة يحدثهم ببعض الحديث، فلما رأى عمير بن وهب قال عمر: والله ما أراد إلا الشر فراسة منه رضي الله عنه. فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب، والله ما أراد إلا الشر، فما هو إلا لحظات حتى دخل عمير بن وهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فأمسك بجيبه وتلابيبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركه يا عمر. قال: والله يا رسول الله ما أراد إلا الشر. فقال: اتركه يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما الذي أتى بك؟ فقال عمير: أتيت في فكاك أسيري. فقال: وما هذا السيف في رقبتك؟ قال: وماذا نفع، وهل نفعتنا السيوف يوم بدر؟ قال: ألم تجلس في ظل الكعبة فيأتيك صفوان وتتعهد له إن سدد دينك وكفل ذريتك بأن تقتلني؟ فكانت الواقعة واقعة عظيمة، فما كان من عمير بن وهب إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدًا رسول الله، والله ما اطلع على ذلك إلا أنا وصفوان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه، وأمر بإطلاق أسيره بدون فدية، فكان ذلك من أسباب إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه. ثم قال تعالى: ولا تحزن عليهم، أي لا تتأسف على هؤلاء، ولا يكن من شأنك أن تأسف على حالهم، فإن الله جل وعلا له سنن في الكون وله حكم فيه، فأنت قد بلغت رسالة ربك وأنذرت هؤلاء القوم فلم ينتفعوا بهذه النذارة، ولم ينتفعوا بما متعهم الله عز وجل من أمور الدنيا، حيث لم يصرفوها في طاعة الله جل وعلا ومرضاته. ولذا أمر بأن يتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم ليضاد حال أهل الرفاهية والنعم الكثيرة الذين يرون أنفسهم أعلى من غيرهم، ولم يستشعروا أن الله الذي رزقهم قادر على سلب هذه النعم، وإنما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم النذارة بأن يخوف عباد الله من عذاب الله جل وعلا. وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين، أي احذروا كما أنزلنا على السابقين من العذاب الشديد، فإنكم أيها الحاضرون لا تأمنون من أن ينزل بكم عقاب وعذاب يماثل عذاب أولئك المعذبين. ما ذنب هؤلاء؟ قال: جعلوا القرآن عظيم، أي اقتسموا وتنازعوا في كتاب الله جل وعلا، فطائفة قالت بأنه من السحر، وطائفة قالت بأنه شعر، وطائفة قالت بأنه من رجز الكهان، إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة. منهم من كذب بهذا الكتاب وقال بأنه أساطير الأولين تتلى عليه، ومنهم من قال بأنها قصص الأمم السابقين تكذيباً لهذا النبي الكريم. فكان من شأن أهل الإسلام أن يعرضوا عن هذه التفاهات. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، أي سيوقفهم الله جل وعلا في يوم القيامة، وسيسألهم جميعا عن أقوالهم الكاذبة وأعمالهم الشنيعة، وعن صدهم عباد الله عن الاستجابة لدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستمر في إبلاغ هذه الشريعة، وبأن يرفع الصوت بها ليسمعها عباد الله جميعا، فقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، أي اجهر به، وليكن من شأنك أن ترفع الصوت بهذا الدين دعوة له، لعل الله عز وجل أن يثيبك الأجر والثواب بهذه الدعوات الصادقات وبهذه الدعوة الصادقة التي تدعو بها هؤلاء. وأعرض عن المشركين، أي ليكن من شأنك ألا تلتفت إلى ما يقوله هؤلاء من تكذيب ومن أوصاف غير حقيقية، فلا تلتفت إلى باطلهم وأقوالهم، ولا تلتفت إلى ما عندهم من أمور الدنيا يستعملونها في صد عباد الله عن شرع الله، ولا يمنعك ذلك من الصدع بدينك ودعوة الخلق إليه. إنا كفيناك المستهزئين،
أي هؤلاء الذين يسخرون بك وبشريعة الله التي أرسلها الله عز وجل عليك، ليكن من شأنك أن تعرض عنهم، فإنما يقومون به من استهزاء ومن صد عباد الله عن دعوة الحق، فإن الله جل وعلا سيكفيك ما يدبرونه لك من المكائد العظيمة. وانظر كيف كادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، وكان من شأن مكائدهم ألا تفلح وألا تنتج نتيجة تنفعهم. ألم يتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة؟ ألم يكن من شأنهم أن يتآمروا على رسول الله وأصحابه الأجلاء في يوم أحد وفي يوم الأحزاب والخندق وفي غيرها من المواطن؟ ومع ذلك نجاه الله جل وعلا. وانظر إلى قادة قريش الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عاقبة أمرهم؟ قتلوا في يوم بدر وسحبوا إلى القليب وانتفخت أبدانهم، فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمرأى منه ومرأى من أصحابه وعلم من الخلق جميعا. وقد أشير إلى أن خمسة من قريش كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، فجاءه الوحي بأن كفيناك المستهزئين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل يشكو له حال هؤلاء، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بأن أكفيكهم، فما هو إلا قليل، حتى أصابهم ما أصابهم. ولذا قال تعالى فسوف يعلمون. وكان من شأنهم أنهم جعلوا مع الله معبودات أخرى يصرفون لها أنواع العبادة، فكأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كنت تتأذى من فعلهم في إيذائك فإنهم لن يضروك شيئا. وانظر كيف تجرأوا على جناب الله عز وجل فصرفوا حقه في العبادة إلى غيره من المعبودات التي لا تنفع شيئا ولا تضر. ولذلك أمهلهم قليلا فسوف يعلمون. ولهذا قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي إن افتراءاتهم وكذبهم وادعاءاتهم المزعومة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أسباب ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له لا تحزن عليهم ولا يضق صدرك من فعلهم، فإنهم لن يخرجوا عن قدر الله، والله ما تكلموا إلا بتقدير من الله جل وعلا، وتكون العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من أهل الحق. ولذا قال تعالى فسبح، أي نزه الله عن أن تظن به أنه لن ينصر أولياءه المؤمنين، فسبح بحمد ربك، أي ليكن من شأنك أن تنزه الله جل وعلا وأن تنزه قدرته عن أن تظن به ظن السوء أن لن ينصر أولياءه المؤمنين وأن لا يوقع العقوبة بأولئك المكذبين العاصين. بل ليكن من شأنك
أن تستمر في عبادتك لربك، فتسجد لله تعالى وتستمر في عبودية الله وحده لا شريك له، حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت مستمر على عبادة الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها وأن يتأمل ما فيها من الفوائد والمواعظ. فأول ذلك أن المكذبين لا زالت آثارهم وآثار العقوبات التي نزلت بهم بين أيدينا ظاهرة العيان، ومن ثم علينا أن نعتبر وأن نتعظ بما جاءهم، بحيث لا نفعل مثل فعلهم لئلا يصيبنا مثل ما أصابهم. وفي هذه الآيات ذكر قصص الأمم السابقين وما أنزل الله جل وعلا بهم من العقوبات الشديدة. وفي هذه الآيات أن ما يمتع به الإنسان في دنياه من أنواع النعيم لا يغني عنه من عذاب الله شيئا متى قدر الله عز وجل عليه العذاب. وفي هذه الآيات أن العذاب يأتي للأقوام المكذبين بغتة من حيث لا يشعرون، فيأتيهم في وقت يسير يهد ما كان عندهم من أنواع النعم والخيرات. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يتأمل فيما في الكون من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الترغيب في الاستعداد للآخرة، بحيث يكون من مقصود الإنسان ونيته في أعماله التي يؤديها نجاة يوم القيامة والدخول في جنان الخلد في ذلك اليوم. ومن هنا نعلم أن فعل كثير من الناس بإرادتهم الدنيا بأنواع العبادات أنهم يضيعون في ذلك الأجر والثواب على أنفسهم. وفي هذه الآيات الأمر بالعفو والصفح والتجاوز عن أخطاء الآخرين، وأن من شأن أهل الإيمان أن يكون عندهم العفو. قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي هذه الآيات الأمر في الصفح بأن يكون صفحا جميلا لا عتاب فيه ولا إيذاء معه، وإنما يصفح عنه ويعرض عن ذكره. فإذا أخطأ عليك أحد من العباد فليكن من شأنك أن تقابل خطأه بإحسان وتجاوز، وألا تذكر خطأه لأحد من الناس، وألا تعاتبه في وجهه. وفي هذه الآيات فضل سورة الفاتحة وعظم نعمة الله عز وجل علينا بهذه السورة العظيمة. وفي هذه الآيات أيضا فضل السبع السور الطوال وما فيها من أنواع الأحكام والحكم. وفي هذه الآيات أن العبد عليه أن يقنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يعني هذا أن يترك الإنسان الاكتساب، ولكنه لا يتمنى ما عند الغير من أمور الدنيا لذات محبة الدنيا، وإنما يكون مقصوده أن ينجو يوم القيامة. فإذا تمنى أمور الدنيا تمناها من أجل أن يعبد الله عز وجل بها من نفقة على نفسه ونفقة في سبل الخيرات، ليكون هذا من أسباب رفع درجته
عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالمؤمن أن يتأسف على ما يكون عند الكافرين من نعم عظيمة أو من قوة أو من دولة كبيرة أو من إمكانات دنيوية، فإن الذي أعطاهم إياها هو رب العزة والجلال لحكم يراها جل وعلا لا تعني صحة طريقهم ولا سلامة منهجهم، وإنما أراد الله أن يبتلي العباد بأن يجعل بعض أمور الدنيا عند بعض المعرضين ليختبرهم ويختبر غيرهم هل يغترون بهذه الإمكانات الدنيوية أو يكون وعد الله وكلامه الحق مقدماً عليها. وفي هذه الآيات الترغيب في التواضع والأمر بأن يكون الإنسان خافضاً جناحه للمؤمنين فيعاملهم المعاملة الجميلة ويتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يستمر الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيها أن من أساليب الدعوة إلى الله تخويف العباد من عقوبات الله الدنيوية والأخروية، ولذا قال: وقل إني أنا النذير المبين. والنذارة إنما تكون بالتخويف من العواقب السيئة. وفي هذه الآيات تذكير الناس بالعقوبات التي نزلت على الأمم السابقة، وأن الله كما عذب من سبق فهو قادر على تعذيب من لحق، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. وانظروا في أمور الدنيا كم ينزل الله تعالى من عقوبات دنيوية على أولئك المعرضين الصادين عن دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بأن هذا الكتاب حق، ومن دليل كونه حق أن المعارضين المعاندين له يختلفون في حقيقته، فلو كان ما يدعونه صحيحا لاتفقت كلمتهم عليه. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا سيوقف العباد يوم القيامة ويسألهم عن أعمالهم ويجازيهم عليها. وفي هذه الآيات الأمر بالجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا وتعريف عباد الله بهذا الدين. وإن من فضل الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن مكن البشر من وسائل جديدة يكون لها الأثر العظيم في تبليغ الخلق لدين الله جل وعلا في الزمن اليسير، سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل. ولذلك يحتسب العبد الأجر بتسخير هذه الإمكانات الجديدة لتكون وسائل في الدعوة إلى الله وفي الجهر بدعوة الحق، ليكون ذلك من أسباب نيل العبد الأجر العظيم. وفي هذه الآيات أن العبد يعرض عن المشركين فلا يتأثر بمقالاتهم الفاسدة ولا تتغير نفسه بأكاذيبهم ولا يتوقف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ومتى أغلق باب فتح الله أبوابا للدعوة، سنة جارية وطريقة ماضية في عباد الله. وفي هذه الآيات أن الله يكون مع أوليائه المناصرين لدينه الداعين عباد الله لشرعه، وأن الله عز وجل يكفيهم أذى من يقابلهم، ولكن
ولكن هناك شرط، ألا وهو أن يكون العمل خالصاً لله تعالى، يراد به استجلاب رضاه، ويقصد به الحصول على الأجر الأخروي، فيكون العبد حينئذ من أولياء الله، يحميه مكائد عباد الله. وفي هذه الآيات تهوين مكائد أعداء رسل الله وأعداء أهل الحق، وبيان أنهم لن يجدوا شيئا، وفي هذا تسلية لقلوب أهل الإيمان ببيان أن طريقتهم المخالفة للحق كانت أو وصلت إلى جناب الله عز وجل، حيث دعوا مع الله إلهاً آخر وجعلوا معبودات يصرفون لها العبادة، فيأتون لأصنامهم فيسألونها حوائجهم ويخضعون ويذلون لها، مع أن الله قد بيّن أن النفع والضر بيده سبحانه، فهو الخلاق العليم وهو الرزاق ذو الفضل العظيم، وهو المتصرف في الكون، إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي بمن يدعو إلى الحق ويرشد العباد إلى الهدى أن يتأثر بمقالات هؤلاء المكذبين، ولا أن يضيق صدره بما يصفونه به. فإذا وصفت بأي وصف فاحذر أن تتأثر نفسك بذلك. وفي زمننا الحاضر نجد أن دعاة الحق والهدى يقصدهم دعاة الباطل، فيتكلمون عليهم ويقدحون فيهم، ويحاولون أن ينسبوا إليهم ما هم منه براء، ولا زالت سنتهم في ذلك ماضية، فينجي الله دعاة الحق، وتكون العاقبة الحميدة لهم سنة ماضية من عند رب الخليقة سبحانه وتعالى. وحينئذ يعلم بأن من خير ما يواجه به أعداء الله الالتجاء إلى الله جل وعلا، والاحتماء بجنابه بالإكثار من ذكره، والإكثار من الصلاة، والاستمرار في العبادة. وفي هذه الآيات رد على بعض الطوائف الذين يقولون بأن بعض العباد من الأولياء يصلون إلى مرحلة ترتفع معها التكاليف، فإن الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستمر في عبودية الله حتى يأتيه الموت، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي بالعبد أن يستمر في عبودية الله في جميع أيامه وأعوامه. ومن هنا كان أهل العلم يأتون بهذه الآية لتذكير الناس في آخر شهر رمضان بأن يستمروا بعد رمضان على الطاعة، وبأن يكون من شأنهم أن يرتبوا عبادات يومية يفعلونها بعد شهر رمضان. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن دعا إلى الحق وهدى الخلق بإذن الله جل وعلا، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من المعتبرين بأحوال من مضى المتعظين بها، ونسأله جل وعلا أن يكفينا شر أعدائنا وأن يكفينا المستهزئين، ونسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا لدعوة الحق، وأن يجعلنا ممن اغتبطوا في حياتهم ورضوا بأقدار الله جل وعلا، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على شكره
وذكره وحسن عبادته، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين صلاحاً لأحوالهم واستقامةً في أمورهم، ونسأله جل وعلا أن يجعل العاقبة الحميدة لهم، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.